يتابع الكثير من المصريين وشعوب دول ما بعد الربيع العربي التظاهرات في الجزائر والأحداث التي تذكرهم بالحراك الثوري عام 2011، ويتابع مراقبون الأدوار السياسية والأمنية التي تلعبها المؤسسة العسكرية في الجزائر، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه للمرة الخامسة وتأجيل الانتخابات. وبينما تعلو المطالبات بانتخابات رئيس مدني من خارج دائرة النظام، يتوجس كثيرون من تكرار سيناريوهات الأنظمة العربية من وأد التجربة الديمقراطية. أناقش هذا الملف مع ضيفنا، ينضم إلينا الأستاذ محمد عفان. أهلا بك أستاذ محمد. يعني بداية، برأيك هل هناك نقاط تلاقي بين انتفاضة الجزائر وما شهده العالم العربي عام 2011، خاصة في انتفاضة وثورة مصر؟ نعم، يعني أنا أظن أن اعتبار أن ما يتم في الجزائر هو استمرار لحراك الربيع العربي في شيء من المبالغة. يعني ما يتم الآن في الجزائر قد يكون أحد ارتدادات الربيع العربي، لكن بالتأكيد له سياق مختلف وله وضع دولي وإقليمي مختلف تماما. بمعنى أنه بعد 8 سنوات من بداية الحراك في الإقليم، هناك يعني أمور كثيرة جدا تغيرت في على المستوى الدولي، بصعود قوى اليمين، بانتكاسات الثورات العربية وهيمنة الثورة المضادة على الإقليم. كل هذا جعل هناك شيء مختلف. يعني ما يتم الآن في الجزائر في طبعا نقاط التقاء وتشابه في الحراك وفي كثير من شعاراته، لكن ما يتم الآن له ديناميك خاص به لا يمكن قياسه على ما حدث في مصر في يناير 2011. طيب هناك تخوفات كثيرة أستاذ محمد أو تحذيرات توجه للشعب الجزائري من عدم ربما التسليم أو التأمين 100% للمؤسسة العسكرية، وأن يحاول الشباب في الجزائر إدارة أمورهم وعدم تسليم زمام الأمور للمؤسسة العسكرية على غرار ما حصل في مصر. برأيك بداية، هل للمؤسسة العسكرية في الجزائر نفس حسابات المؤسسة العسكرية في مصر، أم أن الوضع يختلف هذه المرة بسبب ربما عدم، إذا جاز التعبير، تورط المؤسسة العسكرية في الجزائر بزوايا الحكم وطبقاته؟ والله لا، يعني انا اظن ان في شيء من التوازن، يعني او التوازي اقصد، في العلاقه ما بين المؤسسه العسكريه والمؤسسه السياسيه في حاله مصر وفي حاله الجزائر. بمعنى ان في الجمهوريات العربيه بشكل عام وفي حاله مصر وحاله الجزائر بشكل خاص، النظام السياسي القرص الصلب فيه هي المؤسسه العسكريه. قد تكون لها واجهة مدنية مثل حزب الوطن الديمقراطي في حالة مصر، وله رئيس يعني مدني أو عسكري سابق، ونفس الأمر أيضا في الحالة الجزائرية، أن القرص الصلب داخل النظام الجمهوري في الجزائر هم العسكريون، وهذا يعني نتيجة أمور كثيرة. يعني دعيني أذكر، ذكرت بعض يعني الكتابات الأكاديمية أن هناك بعض الشروط لتدخل العسكريين في أثناء المراحل الانتقالية، وأنا وجدت أن كثير منها ينطبق على الحالة الجزائرية. أولا أن يكون هناك سابق يعني خبرة أو سابق ممارسة لتدخل سياسي للعسكريين، وهذا تم في الجزائر بدءا حتى من عهد بومدين وصولا إلى أحداث العشرية السوداء وإلغاء الانتخابات في عام 90. أيضا هناك وجود كوتا أو وجود حصة للعسكريين داخل مؤسسة الدولة، بمعنى أن العسكريين ليسوا غريبين عن جهاز الدولة البيروقراطي. هناك شيء من يعني النقاط الالتقاء بينهما، وجود شخصيات عسكرية سابقة لها دور بارز في بعض المؤسسات الجهاز الدولة، وهذا أيضا متوافر في الحالة الجزائرية. وجود أيضا مصالح اقتصادية يديرها العسكريون بعيدا عن الاقتصاد الطبيعي للدولة. ثم في النهاية ضعف البنية الحزبية داخل النظام السياسي. لو نظرنا لهذه النقاط الأربعة اللي بتتكلم على
متى يمكن العسكريين أن يهيمنوا وأن يتدخلوا بشكل كبير لهيكلة مراحل الانتقال في السلطة، نجد أنها موجودة في الحالة الجزائرية. وبالتالي نداءات التحذير ونداءات المطالبة بالحذر من دور العسكريين أنه قد يجهد الحراك وأنه قد يعني يشكل وضع ما بعد بوتفليقة وفق مصالحهم لها وجهتها، ويجب على القوى السياسية ويجب على حتى القوى غير المنظمة في الشارع أن تأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. بالحديث عن القوى التي في الشارع، وتحدثت حضرتك عن ضعف الحياة الحزبية لما يشابه الواقع أيضا في مصر، يبدو أن حال المعارضة إلى حد كبير فيه نقاط متشابهة. في هذه الحالة برأيك، سأطلب منك ربما التنظير الآن للانتفاضة الجزائرية، ما الذي على المعارضة في الشارع مع الأخذ بعين الاعتبار الضعف المتراكم خلال السنين، ضعف التجربة الحزبية والسياسية، ما الذي عليها أن تتجنبه بالدرجة الأولى؟ طيب، يعني هناك بعض الأمور أيضا نظريا يجب أن تعمل عليها هذه القوى السياسية. أولا يعني مسألة مهمة جدا في مستقبل هذا الحراك هو قدرة القوى السياسية المنظمة الحزبية والنقابية أن تحول الحراك بزخمه لكي يكون دافعا لها وأن تستوعبه. يعني أن يكون هناك حراك في الشارع ليس له قيادة، وهناك أحزاب وقوى مدنية وقوى نقابية لا يمكنها أن تستثمر وأن تحصل على شرعية من هذا الحراك، هذا يعني خطأ كبير جدا وقعت فيه الثورة المصرية، وأظن أنه يمكن تداركه. يجب على القوى المنظمة الحزبية والنقابية أن يعني تخلق شرعية لها من الحراك، وأن تكون ممثل لهذا الحراك، وأن تدمج هذا الحراك لكي يكون نقطة تفاوض قوية مع مؤسسات الدولة والعسكريون في 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 القلب من هذا النظام. أيضا مسألة مهمة جدا في هذا الطرح، وهو ألا تترك ترتيبات المرحلة الانتقالية في يد العسكريين وفي يد المؤسسات الدولة العميقة، ويقف الثوار ويقف المعارضة مطالبين أن تؤخذ مطالبهم بالاعتبار. يجب من هذه اللحظة، يمكن يجب من يعني لحظة تنحي بوتفليقة إذا تمت في آخر إبريل القادم كما تم الاتفاق، يجب أن يتم تشكيل لجنة. هذه اللجنة تكون معبرة عن القوى المدنية والسياسية، وأن تكون جزء من صياغة خريطة الطريق ما بعد بوتفليقة منذ هذه اللحظة. لكن ما حدث في مصر أن تم هناك إعطاء صك للمجلس العسكري أن يدير مرحلة انتقالية، ووقفنا كقوى ديمقراطية ومدنية نطالب أن تؤخذ مطالبنا بعين الاعتبار. فهذا أيضا هذه مسألة يجب أن يعني تؤخذ بعين الاعتبار في أثناء الحراك. وطبعا أخيرا يعني تجاوز الاستقطابات الأيديولوجية والهوياتية، لأن هذا كما يعني اتضح. هذه آخر نقطة أردت أن أبحثها معك، يعني برأيك اليوم على ما يبدو وكأن السلطات الأمنية في الجزائر بدأت لأول مرة بمواجهة المتظاهرين بشيء من القوة والعنف، مع رمي الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أكثر من منطقة. برأيك إذا ما اتبعت المؤسسة الأمنية العنف تجاه التظاهرات، هل قد تنجح في شرذمتها وربما خلق حالة استقطاب فيها كما شاهدنا في مصر؟ هو أنا يمكن قد أرى العكس، أن التعامل العنيف من القوى الأمنية مع التظاهر بيجعل جبهة التظاهر أكثر صمودا وأكثر تلاحما. المشكلة هو أن يتم صرف هذه القوى إلى مسارات تنافسية أو مسارات انتخابية تعمق الخلافات بينها. يعني استخدام العنف والقمع في مواجهة المظاهرات بيعضد التضامن ويقوي جبهة هذه التظاهرات، لكن أظن أنه سيتم بشكل أو بآخر محاولة الالتفاف على يعني هذا الحراك وعلى وحدته بطرح أو بإثارة قضايا قد تؤدي إلى يعني شق هذه الوحدة وإضعاف هذه القوة. لا يبدو أن التيار الإسلامي حتى الآن في الجزائر يبدو أنه قد اتخذ مسارا مختلفا أو بارزا، أو حتى لا يبدو بكأنه له أي وجود يميز
عن الحراك العام، برأيك هل نراهن أنه سيظل الوضع كذلك أم أنه قد تبرز أيضا ربما أهداف ومطامع لتلك التيارات هناك؟ والله إذا تحدثنا عن يعني حركة مجتمع السلم والإخوان في الجزائر، أظن أنهم يعني تعلموا الدرس ليس فقط من تجربة الإخوان المسلمين في مصر، لكن أيضا من تجربة الإسلاميين في التسعينيات في الجزائر. وبالتالي لا أظن أنهم بأي حال من الأحوال، ولا حتى أظن أن لهم يعني هذه القوى والشعبية اللي بتمكنهم من السعي للهيمنة أو أن تشق لها مسارا مستقلا داخل هذا الحراك. أظن أنها الدرس قد تعلمته جيدا، أفضل حماية للقوى الإسلامية في الجزائر أن تظل محتمية بتيار سياسي أوسع، وأن تكون جزء منه، وألا تغرد خارج السرب أيا كان الدوافع وأيا كان الإغراءات. هذا هو ضمانة أن تبقى فاعلة وأن تبقى موجودة داخل الحراك. أما إذا يعني حدث يعني أي شيء يدفعها إلى الطمع أو إلى محاولة أن تهيمن أو تصل حتى لتفاهمات مستقلة مع العسكريين، هذا بالتأكيد سيكون يعني تكرار لأخطاء كثيرة وثمنها سيكون فادحا جدا. أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة الأستاذ محمد عفان الزميل الباحث في منتدى الشرق، كنت معنا من اسطنبول.